الناس اللي بتسأل انا خسيت ازاي، يعني دلوقتي لسه مشتري الاكل، ممكن اكل الاسبوع كله. تعالوا اوريه لكم هو ايه بالظبط. بس فهو الموضوع كله ان انت هتاكل اكل زي اللي انا جايبه ده، وهتشرب مية بس، يا ريت تكون ايفيان او اي مية عادي، ده للناس اللي عايزه تخس بس، ملوش علاقة بالناس اللي عندها فيروسات. يعني معرفش مين اللي فتح الراديو بالصوت ده في الشارع. بس يا جماعة، فهو الحوار كله علشان تخس محتاج تاكل فاكهة زي اللي انا وريتها لكم دي، تمام؟ يومك بيبقى عامل ازاي؟ بتصحى من ساعة ما بتصحى لحد ما بتنام، كل اللي انت بتعمله اللي انت كل ساعتين بتاكل نوع من انواع الفاكهة دي. يعني ساعتين كلت موزاية وتفاحية، ساعتين تانيين كلت حتة بطيخ مثلا، ساعتين تانيين كلت مش عارف موزاية. انت كل ساعتين تلاتة بتاكل حاجة، اوكي؟ لما بتاكل كل ساعتين تلاتة حاجة، انت كده بتخلي جسمك سرعة الحرق فيه تزيد، سرعة الميتابوليزم تعلى، فجسمك يبتدي يحرق. يعني العادات الخاطئة اللي احنا عارفينها، يعني اي واحد يقولك انا عايز اخس تلاقيه راح مقدم على اشتراك جيم وراح الجيم على طول. في فرق ما بين اللي انت عايز تخس واللي انت عايز جسمك يبقى رياضي او تطلع ماسلز وعضلات وكده. وانصحك ان انت ما تطلعش الماسلز والعضلات والكلام ده كله غير لما تخس خالص. اول ما تخس خالص ووزنك يقل، ابتدي ابني عليه عشان العضلات هتزود في الوزن بتاعك، اوكي؟ فانت كل اللي محتاج تعمله اللي انت تاكل الخضار اللي انا عامله ده، اللي انا جايبه، يعني لو انا هوريه لكم او وريته لكم في الفيديو، وسمك مشوي. وما تحيقش السمك بملح ولا فلفل اسود ولا الكلام ده كله، اعصر عليه ليمون، حط كركم، حط قرنفل، حط جنزبيل. دي الحاجات اللي انت تحيق بيها السي فود او السمك بتاعك. فانت كل اللي محتاجه ان انت كل ساعتين تلاتة تاكل حاجة زي كده، وتاكل مرة او مرتين في اليوم سمك مشوي، اي نوع سمك مشوي مش هتفرق. ممكن تنزل تتمشى نص ساعة كل يوم او ساعة على قد ما تقدر، ومع الوقت هتلاقي جسمك بيخف اكتر وان انت صحتك احسن، فتبتدي ان انت تزود مدة المشي بتاعتك او مدة الجري بتاعتك. لكن ما تروحش بقى تقعد تشيل في حديد واوزان والكلام ده كله وترجع تاكل اكل هبل، مش هتخس. هو انت عايز تخس بسرعة، وكمان الناس اللي عايزة تخس بسرعة، انت من ساعة ما بتصحى لحد ما بتنام بتاكل كل ساعتين ثلاثة شوية أي نوع خضار من غير ما يكونش مطبوخ، أي نوع فاكهة وأسماك مشوية، وهو ده النظام كله. في خلال 4 5 شهور هتلاقي نفسك نزلت نزلة غريبة، كل الهدوم اللي عندك في الدولاب تكون اتغيرت أصلا. وحوار بقى إيه؟ حوار الأفكار الغلط اللي عندنا في دماغنا اللي احنا اتربينا كلنا طلعنا عليها، أنت لازم تشرب لبن عشان الكالسيوم، لازم تاكل بيض، لازم تاكل جبنة، أنت لازم تاكل لحمة، أنت لازم تاكل مش عارف إيه. كل ده هري، واللي هيقول عليا مثلا اللي هينتقدني في التعليقات او كده يبقى انت ما بتفهمش اي حاجه، ام سوري يعني. بس ربنا خلقنا اللي احنا ناكل خضار وفاكهه بس ومش مطبوخين، ده اللي ربنا خلق الانسان عليه. بقى احنا زودنا ناكل لحوم، ناكل مش عارف ايه، ناكل الكلام ده كله، اتس اوكي. بس الفاكهه والخضار هتاخد منها كل حاجه، هتاخد منها الاملاح، هتاخد منها البوتاسيوم، هتاخد منها الكالسيوم، هتاخد منها هتاخد منها كل الكيميكالز اللي جسمك محتاجها. اديني بقى قدامكم اهو بقالي سنه ومفيش مجراليش بقى اي خلل ولا اتجننت ولا الكالسيوم نزل مني وعظمي بقى اتكسر والهبل ده كله. فالموضوع عن تجربه يعني، والموضوع عن دراسات وكده، مش اي هبل طالع بيتقال. فوقك من كل الكلام اللي هو الغلط، انت لازم تشرب ولازم تاكل ولازم تعمل مش عارف ايه، فوقك من الكلام ده كله. الشاي والقهوه والكلام ده كله، كل ده في البطيخ برده. يعني انت لو بطلتهم هيجيلك صداع والكلام ده كله، عشان انت جسمك بيتشد منهم، يعني جسمك بيطلع منه الكيمياء الكافيين او بيطلع منه الكلام ده كله، فانت تلاقي نفسك تعبان. ان ادمان، بصوا الكلمه دي هقولها لكم، ادمان الاكل عشان تتخلص منه العن مليون مره من ادمان المخدرات.